شفت الحلقة الأخيرة من جولة أخيرة؟ ما شفتش؟ تعالى. بدأت الحلقة الثامنة لما كابتن تامبي لقى ابنه وعرف إن عنده كمان أحفاد. بصراحة الكاميرا لما بتعدي على أشرف عبد الباقي بيخطفها خطف. الدور ده كأنه اكتشاف جديد لأشرف عبد الباقي. وقعدت سند اتفكت عند شجيع بعد ما عرف إنه مش هو اللي موته، لأن سند كان بياخد منشطات. في ناس ما كانتش مقتنعة إن عالية تختفي من حياة شجيع كده، كانت المفروض تكمل معاه. بس أنا بالنسبة لي ده كان الطبيعي واللي كان المفروض يحصل. لو بصيت على دور رشدي الشامي مش هتلاقي إن هو بيتكلم كتير، راجل عجوز عنده زهايمر، يا إما بيغني يا إما بيعيد الكلمة 3-4 مرات. بس الدور صعب قوي ورشدي الشامي عامله بإتقان. أنا حقيقي مبهور بالدور ده وطريقة أدائه ومشيته وحتى الغنى بتاعه تخليك مرعوب من المرض ده. ومع الاداء الفظيع ده والدراما اللي كان بيقدمها الا انه كان بيضحكنا في حتة ولقطات زي ما كان بيقول هي البت جابت المكوى. مشهد الفرحه ونظرات شبكه الام وهي بتتجوز، انا بجد مش قادر اعدي الاداء الفظيع والاتقان لصفاء الطوخي. ومبسوط جدا ان احنا ابتدينا ندي للشباب الصغير ادوار كبيره وما بقيناش نعتمد على فكره النجم الواحد. وعلي صبحي بصراحه يستاهلها، واللي تابعه في تحت الوصايا يعرف قد ايه ده نجم كبير. مسلسل جوله الاخيره قدر يبين امكانيات الحقيقيه لاحمد السقا وقد ايه ان هو ممثل تقيل بجد. انا شايف ان مسلسل جوله الاخيره هي هتبقى نقطه تحول في حياه السقا، زي ما كان مافيا وتيتو نقطه تحول في حياته كنجم. ونجمه العمل بجد هي المخرجه مريم احمدي اللي قدر بالمسلسل ده انها تنور على نجوم كتير زي اشرف عبد الباقي ورشدي الشامي وعلي صبحي وصفاء الطوخي، وحتى احمد السقا قدرت تطلع منه حاجات مختلفه غير اللي احنا شفناه قبل كده. الحقيقه ان مريم احمدي مخرجه مميزه جدا، وانا بعد كده هستنى اي عمل مكتوب عليه اسمها. انت بقى اتفرجت على الحلقه الاخيره من جوله اخيره؟